النهارده الوزاره اعلنت عن خروج 480 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمه وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمه الصحه العالميه، ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 21718 حاله حتى اليوم. الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيره الصحه والسكان لشؤون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزاره اوضح انه تم تسجيل 1057 حاله جديده ثبتت ايجابيه تحاليلها عمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 67 حالة جديدة اليوم. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 77279 حالة، من ضمنهم 21718 حالة اللي تم شفائها و 3489 حالة وفاة.